ننتقل الآن إلى ألمانيا. يعقد رؤساء وزراء الولايات الألمانية 16 جولة جديدة من المحادثات مع الحكومة الاتحادية بشأن فيروس كورونا. خلال الاجتماع سيتم بحث القيود المفروضة على الأشخاص غير الملقحين. تأتي هذه الجولة في الوقت الذي تتزايد فيه الدعوات لفرض تدابير صارمة لحماية مستشفيات البلاد من الموجة الرابعة من كوفيد-19. على الجانب الآخر، أعلن معهد روبرت كوخ الألماني انخفاض طفيف في معدل الإصابات الأسبوعي بفيروس كورونا في ألمانيا للمرة الثالثة على التوالي. أضاف المعهد أن مكتب الصحة في ألمانيا سجل أكثر من 73 ألف حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة، بالإضافة إلى 388 حالة وفاة، موضحا أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك لأن كثيرا من الحالات المصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها. هاتفيا ينضم إلينا الزميل عربي مرزوق، مراسل أكسترا نيوز من برلين. عربي، أرحب بك على شاشة أكسترا نيوز إلى هذه الجولة لمراسلي أكسترا نيوز. يعني صف لنا سريعا عربي، كيف تبدو الأوضاع في ألمانيا، وخاصة وأن أنجلا ميركل كانت منذ أيام تتحدث عن أن الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا قبل حتى ظهور المتحور الجديد أوميكرون لم تكن كافية؟ هل الإجراءات الاحترازية الآن ندى في ألمانيا غير كافية، خاصة بعد ظهور متحور أوميكرون في العالم؟ لذلك تسمى الحكومة الألمانية الآن بقيادة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ومعها أولاف شولز الذي يشغل منصب وزير المالية الآن وهو مستشار ألمانيا القادم، لبحث قرارات جديدة بشأن كسر الموجة الرابعة المنتشرة الآن في ألمانيا. كما أشرت النهاردة في 73 ألف إصابة، 388 وفاة كمان. الحقيقة الإجراءات المتوقعة سريعا التي ستخرج من هذا المؤتمر، وهو لأول مرة في ألمانيا سيكون هناك فريق جديد بقيادة لواء من الجيش الألماني لإدارة الأزمة وتوزيع اللقاحات والخدمات اللوجستية مثل متطلبات المستشفيات وتوزيع اللقاحات. أيضا يعني هيكون في قرار لازم يكون في حتى لحد نهاية ديسمبر لازم يكون في 30 مليون جرعة يجب إعطائها وتوفيرها لكل من يريد التطعيم في ألمانيا حتى نهاية ديسمبر، وإسناد أيضا التطعيم لأول مرة في ألمانيا للصيدليات وأطباء الأسنان. وأيضا هناك اقتراح سوف يتم الاتفاق عليه على تقصير مدة صلاحية شهادة التطعيم في ألمانيا إلى 6 أشهر. كان كل من تم تطعيمه في ألمانيا لديه شهادة صالحة لمدة عام تقريبا، والآن سوف يتم تقصيرها إلى 6 أشهر، وبعدها يجب على هذا الشخص التطعيم مرة أخرى وتعميم القاعدة الثنائية في عموم ألمانيا بشكل كامل. طيب عربي، إذا كانت ألمانيا ستفرض كل هذه القيود، ويمكن ألمانيا من أولى الدول التي فرضت قيود ربما صارمة بشكل أو بآخر، كانت قيود فيها نوع من أنواع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حملة التطعيم والتلقيح في ألمانيا كانت موسعة بشكل كبير، ومع ذلك تم تسجيل أعداد إصابة كبيرة، حتى أن معهد روبرت كوخ يتحدث عن أعداد طفيفة أو قلت بشكل أو بآخر، ولكن 73 ألف إصابة في 24 ساعة ليس بالعدد القليل. ما هي أسباب هذا التحول أو الارتفاع الغير مسبوق في أعداد الإصابات في ألمانيا؟ الحقيقة في سببين. السبب الأولاني أن في الصيف اللي فات الدنيا فتحت بشكل كامل هنا في ألمانيا، تم تخفيف إرداء الكمامات حتى في المدارس وفي الجامعات، وتم فتح المصائب وكل ذلك، وتم تخفيف الحياة بشكل عام، والمواطن الألماني شعر بأريحية لأن الحكومة كمان قالت كل من تحصل على تطعيم يستطيع أن يمارس حياته بشكل كامل، وده خطأ حسب الأطباء هنا في ألمانيا والمجتمع الصحي. حتى الآن في ألمانيا تم تطعيم فقط 68% من تعداد سكان ألمانيا، والمؤشر لا يتحرك يوميا سوى يعني احنا واقفين عند 68% تقريبا بقالنا اسبوعين هنا في ألمانيا. هذا المؤشر لا يتحرك لان في 30% من تعداد سكان ألمانيا رافضين التطعيم بشكل كامل. السبب الرئيسي كما اشرت هو فتح الحياه مره اخرى امام المواطنين الألمان في الصيف الماضي، بل ادى الى انتشار هذا الوباء مره اخرى في هذه الموجه بشكل كبير. نحن الان على نفس سيناريو ايطاليا والبرتغال العام الماضي عندما كانت هناك ازمه في هاتين البلدين تحديدا، ولكن الحكومه الان تجتمع لترى الاسباب وتحدد الاجراءات الاحترازيه الجديده التي والسؤال الحقيقه اللي كان بيجر الناس كلها، متى سيتم فرض اللقاح في المانيا؟ ده السؤال الموجود في العالم كله. الحقيقه سيتم مناقشه اليوم فرض اللقاح في المانيا على العاملين في المستشفيات ودول المسنين
في فورا، وسوف يترك الامر للبرلمان الالماني البوندستاغ، سيتم تصويت طيب. جلسه على فرض اللقاح في المانيا بشكل كامل بدايه من فبراير المقبل. طيب عربي اخيرا وسريعا، بطبع تتابع المتحور الجديد اوميكرون، بعض الدول ربما لجأت الى اغلاق حدودها، بعض الدول عطلت الرحلات منها واليها، كيف استعدت المانيا لهذا الموضوع، وخاصه وان اوميكرون منتشر بشكل او باخر في بعض دول شمال افريقيا؟ الحقيقه هو ظهر الان، الظهر ايضا في المانيا، هناك بعض الحالات التي ظهرت في جنوب المانيا في ولايه بايرن وحاله ايضا في مدينه اسن، ولكن الحقيقه كمان الخبراء في المانيا اكدوا ان في اكبر من كده، اكبر من الحالات دي الموجوده في المانيا بشكل كبير، حتى الدكتور اوليفر كيبلر عضو مجلس اداره معهد فوكس في الكوفر هنا في المانيا اكد ان هناك بالفعل مئات الحالات في المانيا، ولكن متحور دلتا هو ما زال سائد. المانيا اوقفت الرحلات مع جنوب افريقيا مثل باقي الدول الاخرى، ويتم دراسه هذا المتحور الان في المانيا، حسب ما اعلنت الحكومه الالمانيه سوف يتم دراسه هذا المتحور لمده 100 يوم تقريبا، وبعدها سوف يتم انتاج لقاحات مضاده لهذا المتحور بعد 100 يوم تحديدا، ولكن المانيا اغلقت صدى مثل باقي الدول مع جنوب افريقيا والثمانيه دول من افريقيا التي انتشر فيهم هذا المتحور، وسوف نرى الحقيقه النهارده المعلومات التي تستخرج من الوزاره الالمانيه انجيلا ميركل في نهايه اليوم في المؤتمر الصحفي. نعم مباشره من برلين زميل عربي مرزوق، انا بشكرك جزيل الشكر.